تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيما من مكتب فضائية نورسات في الأردن وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، يقام يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام بازار الرحمة الخامس، وذلك في جمعية آل النبر التعاونية الكائنة في بيادر وادي السير بعمان، بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف الرعاية. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدعوكم مكتب فضائية نورسات للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الخامس في قاعة جمعية آل النبر التعاونية في بيادر وادي السير، وذلك في الأوقات التالية: الافتتاح الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة 6/12/2019، ويستمر البازار لثلاثة أيام. معروضات خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جلسات عائلية، مأكولات متنوعة، ألعاب وهدايا وفقرات مميزة لأحبتنا الأطفال، يا نصيب وجوائز قيمة يوميا على بطاقات الدخول. هذا البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. حضوركم يشرفنا، أهلا وسهلا بكم. هذا البازار برعايتنا.